المهزلات حكينا احنا كنستنكروا هادشي، درنا مجموعه من الاجراءات في المقابله، ما كانش عندنا مقابله، حنا من اصل المقابله السرد اللي عندنا، عندنا واحد خمسه مقابلات تغيرت النتيجه ديالهم بالتحكيم، سواء كيتحيدك بلانتي ولا كيتعطى بلانتي ضدك بواحد الطريقه ما كايناش منهم المقابله الاخر ديال الوجده، ولدرجه اللي شي نوع اللعابه كنقول لهم ما تبقاوش تهضروا مع الحكام، ضربها للشبكة كما كيقولوا الناس القدام، ضربها للشبكة وراه قول لي حيدات، باه تخشى الشبكة وحيدها، يعني ما كاينش يعني مهزلة تحكيمية، ودرنا مجموعة المداخلات واحد الإجراءات اللجنة ديال التحكيم، وما كاينش لحد الآن باقيين في نفس النزيف عندنا ديال النقاط، يعني واحد 12 نقطة السبب ديال التحكيم عندنا مشات، فهمت السبب ديالها، ودرنا واحد الرسالة لرئيس الجامعة الفوري وقفة النزيف في خاصة اللجنة، ودرنا واحد طالب اجتماع عاجل مع اللجنة ديال التحكيم، واستفسار على أن المراسلة ديالنا ما كيتخدوش في عين الاعتبار، ودرنا ندوة صحفية غتكون نهار الثلاثاء والثاني مع الشباب باش نحطو كاع الفيديوهات اللي كنهضرو عليهم. شوف انا في الكرة في كرة القدم ديما كنقولو بوسيبل الحكم كيخطأ، ديما كنقولو هذا عندنا مشكل، مي التكرار ديال هادشي اما كاين مادام كيتعاود هادشي كيتعاود بهاد الطريقة هكا، حتى إلا كان الحكم يخطأ خاصة تكون تبان لنا عقوبات، خرجت حق واحد جوج ثلاثة، مادام ما كتخرج عقوبات إلا ولكن التحكيم عاجبة الأمور ديالها، أما حنا حتى جينا شحال من احتجاج ما كاينش عقوبات ضد الحكام، وخاصهم يخرجوا، مع نستعصوا لينا حنا حسن النية، مزيان، ولكن فين هما العقوبات باش يبانوا لينا، نطلعوا هاد الحكام اللي خطأ يجلس، ماشي يخطأ ويحكم الماتش اللي من بعده والماتش اللي من بعده والماتش.